الكلى تعتبر هي مركز الاتزان بالنسبة للأملاح والسوائل في جسم الإنسان. فإذا أكثر الإنسان من الصوديوم فده يؤدي إلى نوع من ارتفاع التركيز في الدم، فبتبدأ الكلى عشان تحافظ على نفسها وعلى الجسم إن تحبس السوائل في جسم الإنسان. حبس السوائل هيؤدي برضو إلى إنه اضطرابات كتيرة، أول حاجة ارتفاع ضغط الدم، والتاني برضو زيادة إفراز الكالسيوم. الكالسيوم هيعمل حصاوي في الكلى وده يؤدي إلى اضطرابات في الكلى نفسها. لما يكسر الإنسان من أكل الصوديوم في الطعام أو في إضافته إلى التالي، ده بيؤدي إلى أن الجسم بيحاول يعادل نفسه، فيؤدي في علاقة وطيدة ما بين الصوديوم والكالسيوم. لما يزيد الصوديوم تبدأ الجسم يتخلص من الكالسيوم. هياخد الكالسيوم ده منين؟ هياخده من العظام. الشخص اللي بيخسر من الصوديوم بص يلاقي انه عظمه بدأ يضعف ويجيله ترقب في العظام.